الحاجات الأساسية للإنسان عامة عشان يبقى عنده استعداد وقابلية أصلا إن هو يذاكر أو ينجح أو ينجز في حياته. في عالم كده اسمه إبراهام ماسلو، مش عارفة الناس عارفاه ولا لأ. المهم إن هو قسم احتياجات الإنسان الأساسية لمراحل، لازم كل مرحلة منهم تسدد بالترتيب عشان يقدر يوصل للمرحلة اللي بعديها. أول حاجة خالص هي الاحتياجات الفسيولوجية اللي هو الأكل الشرب، والأكل ده أنا بأكد عليه تاني لأن بجد ده بيفرق جدا جدا. إن أنا لو ما غذيتش كل موضوع الأكل لو بقى ما غذيتش المخ صح فأنا كده مهملاه، فمش هينمو بطريقة صح. دي أول حاجة. ثاني حاجة في الاحتياجات دي هو احتياجه للأمان، إن هو عايز يحس بأمان، مش بس أمان إن هو يبقى قاعد في مكان يعني أمان جسدي بس، لا كمان أمان عاطفي، يعني ما يبقاش خايف. لو أنا بضرب وبعاقب فأنا كده بخوف وبهدد، والإنسان تحت الخوف وتحت التهديد هو مش هيركز ومش هيحصل حاجة. فأسلوب الضغط والتهديد والعقاب هو بيجيب نتيجة سلبية. ممكن يوافق ان هو يذاكر نتيجة الضغط بس مش هيبقى احسن حاجة عنده. هم ساعات بيذاكروا نتيجة الضغط فعلا، بس هو مش احسن حاجة، يعني مش احسن حل. طبعا الناس هتفتكرني ماما شريرة بس صدقوني يعني ايه الفكرة، انه في ولاد زي ما بقول لحضرتك كده، وزي ما مدام نهى كانت بتسأل هل هي فعلا بتتدلع، هل فعلا ولادنا بيتدلعوا، فبنضطر اوقات كتير نبقى اكثر حزما اكثر شدة، يعني شوية في بعض الأوقات بنحس إنه لا ما تتدلعش، فأنت هتعمل حتى لو بالضغط. هو انا في رايي ان هو مش دلع، هو ممكن يكون في حاجه محتاجها، في نيد عنده اللي انا لسه هتكلم فيهم بالترتيب، مش بتمش تسديدها بشكل صح، فبالتالي هو مش قادر يوصل. عارفه لما احنا نفسنا نكون في مود مش حلو، متضايقين، مش عارفين نعمل حاجه، ماليش مزاج اعمل حاجه، هم زينا، هم بني ادمين زينا، هم محتاجين ان نفسيتهم تكون كويسه، هو محتاج احساس الامان ده. بعديه بقى بيجي احساس الحب والانتماء. يعني ايه انتماء؟ يعني يبقى في علاقه حلوه بيني وبين ماما، بيني وبين اسرتي، يبقى عندي اصدقاء، يبقى انا بعمل علاقات حلوه تشبعني. ده كل ده بيجي قبل ما يدخل على مرحله ان هو يبقى عايز يبقى شاطر وينجح وينجز. بعد الحب والانتماء بيجي بقى الحاجه الى التقدير والانجاز، بيحتاج ان احنا نقدر ونشجع. هاي النقطه دي مهمه قوي جدا جدا، واحنا كبني ادمين دايما بقول مش بس الاطفال، الكبار بتفرق بقى كمان. بشكل رهيب، يعني ممكن تعملي اقص، يعني ممكن تحولي تبقي هلاكو، لو وتبقي سمعتي لو سمعتي كلمه شكرا، يعني ممكن بالظبط تقلبي الدنيا كده عندك طاقه فجاه كده فظيعه، وتقومي تعملي وكانه كل مثلا حاجه. بالظبط لو سمعتي كلمه شكرا برافو انك عملتي الحاجه الفلانيه، الموضوع بيفرق قوي قوي جدا جدا. فاحنا لما نقعد نضغط برضو فانا بعمل عكس كل الاحتياجات، هو محتاج التقدير عشان بعد كده يوصل بقى اخر مرحله اللي هي تحقيق الذات، او ان هو يبقى عايز ينجز، عايز يذاكر، ويبقى ده جاي من جواه مش نتيجه ضغط. ساعتها انا مش هضطر ان انا اضغط عليه، بالظبط هو هو يعمل اللي هيبقى لوحده. عايز ده، لان هي طبيعته كده، طبيعه الانسان عايز يبقى ناجح وعايز يبقى شاطر.